اوكي. يا هلا ومسهلا. اليوم اسئلتنا حق لقائنا والحلقة الخاصة القريبة جدا من قلبي. طبعا كل حلقاتنا قريبة من قلبي وكلهم تعلمت منهم استفدت، لكن اسمحوا لي هذه الحلقة راح تكون يعني باب الذكريات اكثر فيها او اكبر. راح نسولف سوالف خاصة. اللي متابع ابو خليفة، لان ابو خليفة اللايفات مالته هادفة ومنها هدف، يعذرني ان اليوم الهدف ان احنا بنسترجع الذكريات، وفي ان شاء الله بعض النقاط اللي بنذكرها ممكن تفيد المستمعين. لكن اليوم اسمحوا لي اللايف بابوقه شويه، اسمحوا لي. اسئلتنا حق اليوم بيض، ونبي نتعرف على الشباب اكثر. ابيكم تعرفون على ربعي، الكور الاساس اللي بنيت فيه مسيرتي الدراسية اللي قبل أسبوع تكلمت عنها، موجودة الحلقة بيوتيوب، وكل حلقات اللي طلعت فيها في لايف بخليفة كلها موجودة في اليوتيوب، الرابط في البايو. أول كنت لما أسمع رابط في البايو أقول أهدى شوية، خلاص أنا سألك سؤال دزلي الرابط ولا دزلي اللينك، بس الحين تعودت كل شوية أقول رابط في البايو. ان شاء الله ان شاء الله نبي كل الشباب. لا عزوز الدارمي في لايف ثاني ان شاء الله راح يكون حق ربعي اللي بالكويت، لكن الحين لايف امريكا، ونبلش في لايف امريكا. يا جماعه الخير، عندي كذا شخص، تشكيله مثل ما شفت الصوره، عندنا 5 من الكويت وواحد من البحرين. ان شاء الله يعني يتكلم عن تجربته معانا. ناقص فيصل السيف كمس ولا ماكو اكسبت. اي واحد بيهدد، اي واحد بيكلمني باسلوب مستفز، اي واحد، اي الريديو ماستر تيسز، كل ماي ريسيرش از اون بخليفه.com سيم سبيلنج. اي واحد بيستفز الضيف، اي واحد يبي يعلق، اي احد بيسوي لي شوشره بيفضحنا ولا بيقلبها ضحك، اعتذر منه من الحين، انت ما راح تكمل ويانا السهرة. سهرتنا جميلة وخفيفة وبسيطة. تذكروا ان في لايف بخليفة في شخصيات وايدة ما تعرفنا ولا تعرف الميانة. لا تحاتس الله يدخلك. فجاهزين حق التشكيلة ولا مجاهزين؟ اول ضيف عندنا قايل انه ما يبي الكومنتات تكون اون، فاعذروني اول ضيف بس راح اسكر، وكل ضيف بيطلع راح اساله تبي كومنتات يقول لي اي ولا لا. لو باللايف متفق على ان كومنت لو باللايف زين. يلا خلينا نضيف نستضيف ضيفنا الاول وراح نسكر كومنتات، وكل ضيف له امكان يقول سكر ولا ما تسكر. احنا بشكل عام شباب سالنا دول ديمقراطيين سيز ديو. يلا يا جماعة، صقر هلا. يا هلا فيك صقر. هلا شو الأخبار؟ عاشني شافك حبيبي عزيز غالي، مبارك عليكم الشهر جميعا. يا بعد عمري باي ذا وي، ما أتوقع أني راح أكون الوحيد اللي طالب بالكومنتس أوف. أنا متأكد اللوبي كله، لوبي اللايف كله بيقول لك أوف. صح. إلا واحد. إلا واحد بحريني. لا كوتش. إيه لا كوتش يبي بالكومنتات. إلا دويلة، توقع دويلة ما عنده مشكلة افتحها بعد. إيه لا كأفتش، هذا طبعا كأفتش عادي يتعامل مع عملاء وايد. زين أحمد أنت إيه قول لي، عطنا اللي عندك. اللي عندي عطنا اللي عندك. تدري ليش؟ لأن أولا اتوقع كل اللي صار قلت لي بتطلع لايف، قلت لك بلان بي انت سمعتها ايه الظاهر. شنو المحاور؟ شنو المحاور؟ اول شيء بتعلمه منك، انت كنت في سان انطونيو، تخصصك فاينانس صحيح؟ صحيح. اوكي، ابي رحلتك في سان انطونيو، ابي مواقف تذكرها، ابي شغلات تكلم عن تخصصك شلون غيرته، في شغلات ممكن الناس تستفيد منها، عرفت؟ ان شاء الله. والله شوف، من ناحيه استفاده ما اظن لكم، بس ان شاء الله تستفيدون، لان تجربتي ما كانت التجربه المثاليه ولا كانت التجربه
أكاديميا ناجحة جدا، لأن المعدل كان الحمد لله زين، لكن ما هو عالي بالمستوى المطلوب. عموما شوف، بلشت حدود تذكر أصلا سان أنطونيو، بلشنا كان تخصصي entrepreneurship اللي هو حلو إدارة مشاريع صغيرة، الظاهر مسمينها بالتعليم العالي، حلو حلو على أساس إنه يعني باب business development والأمور هذه كلها. لكن اللي شفناه والنصائح اللي جتني إن التخصص هذا غالبا ما ينزل بإعلانات توظيف. حلو هذاك الحكي أيام 2009، يعني السالفة قديمة. حاليا أتوقع قاعد يعني ينزل له، بس مو وايد حلو استل يعني للحين. حلو ما الشاهد عندنا في جامعة أذكر الكويت للحين. نصحني إيه الله يذكره بالخير مشاري الناهض، طيب دكتور دكتور مشاري الناهض، يمكن هو ما يدري عن هالنصيحة، بس هو وقتها قال لي دير بالك يعني التخصص ها مو اللي يعني تقريبا ان تروح تلعب على المضمون بين فاينانس محاسبة، از لونج از ان انت تبي بزنس افضل لك. فالحمد لله اخترنا فاينانس، حبينا الفاينانس عقب التخرج، حبيت الفاينانس تخيل. عقب التخرج. حلو اي زين، والله. ف شنو المشاكل اللي مريت فيها بالدراسة وشلون قدرت تتأقلم منها؟ أنا سؤالي مو إن أبي أطلع المواقف اوكي السيئة، بس أبي الناس تتعلم إن حلو أنت مريت بالتجربة واليوم قاعد تشتغل وأمورك بالسليم. صح. شوف امريكا للامانه يعني هي اذا بتي على مستوى اكاديمي، انا ما اشوف امريكا بس مستوى اكاديمي، امريكا والله بالنسبه لي خبرات خبرات، يعني الخبره اللي تحوشها هناك للامانه وايد حياتيا قويه، من ناحيه حياتيا، من ناحيات وايد صراحه. إذا بتي على الأكاديميا صح، أمريكا تعتبر أكاديميا وايد ممتازة، يعتمد على الجامعة اللي أنت فيها. حلو التريب كان بالنسبة لي يعني تحتاج أول شيء، أمريكا تحتاج عزوة، مو الكل، لأن ما شاء الله في ناس شايلين نفسهم بنفسهم ويعني ماشية سكتهم، بس الأغلب يحتاج عزوة أيا كان، يعني لو واحد من ربعك، لو كازن، لو من الاهل يعني ريلاتيف، ولا اي شخص هناك، صديق اب، صديق ام، ايا كان، صديقه ام. فالشاهد يعني تحتاج اشخاص حوالينك، ومثل ما احنا سوينا تذكر طلعنا من الثانويه، رحنا ديوانيه اللي انت في مره يبطريها، راح عن بالي يوسف اسمها بالروضة. اليوسف عدل، ايه قعدنا مع اكثر من شخص، بينوا لنا ان يعني امريكا از ا جود ديستنيشن تو ستارت اكاديميك. فهذا اللي صار من ناحيه صعوبات هناك، راح تواجه وايد شغلات والله. القانون الامريكي يعني عسر 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 وما يغشمر، في ما وايد مواقف ممكن تصير لك انت مو حاسب حسابها، عظمة وغير كذي يعني بحياتك اعطيك والله في وايد. احمده عطنا تبي موقف. اتشد واحد يعني؟ ايه نبي اوكي العود، على السريع. مع اني انا قايله بسناب، ما ادري انت شايفه ولا مطور في سناب قبل سنه يمكن قلته. قبل سنة مو شايفه، ما اتوقع اني شايفه، اي اتوقع ان اندزلي، تصدق والله اندزلي احمده، قول اي اندزلي. والله وايد مفيد ترى، والله وايد. ايه انزل شوف، تحتاج هو الموضوع كان دراما، وايد وايد دراما، وفي وايد يعني شغلات تفيدك. بالنسبة لي بداية كنا طالعين رود تريب، مو رود تريب، رايحين كانيون ليك ساعة تقريبا، حلو وأذكر الحين هو قاعد يطالع اللايف وميت يبي يكتب كومنتات، مو قادر. عبد الله السلطان ياينا سبرينج بريك، كان وقتها بكانساس، ما كان عندنا بسان أنطونيو. حلو فالشاهد ريال حن لزمنا بنروح كانيون ليك. كانيون ليك باي ذا واي ليك تبعد عن سان انطونيو تقريبا ساعه وربع، صحح لي اذا انا غلطان. حلو فيها دقيت الساعة اكتيفيتيز، صرت ورحت. دقينا سياره سلف، كنا خمسه وصلنا كانيون ليك. تبي الصدمه شنو؟ على اساس انه بنأجر جت سكيات، جت سكيات حلو احمدهم مو اللي ببالك، يعني جت سكي التجاري اللي تشوفه بكوبر، شي صوب كوبر الابراج هذيلا، اوكي عرفتهم اصفر باحمر، كان طالبين ديبوزيت. الديبوزيت كان تقريبا قيمه الجت 1000 ونص دولار شيء كذي. اذكر من وين لنا يعني، يبي لنا قطيه حق جت واحد تقريبا، صح احنا صح خمسه.
شاهد ترى توني استوعب في السالفة هذه انقالت بسيناريو ثاني. انت تبي اي سيناريو فيها؟ as pure as you want it. ترانسبيرنسي. تبي ترانسبيرنسي عادي، بس سالفة قبل 10 سنين، والله العظيم إذا أنت معتقد أن الأفكت مالها مو كبير، بالعكس ناس راح تسمعك راح تقول ما تدري انت، ما تدري. المهم الوالدة على اللايف الحين راح تسمع السالفة. عادي، احنا تسمعنا مو أمس، الأمور طيبة. أهم صح، هي صدق والله المفروض أن تكون ردة فعل أقل. الشاهد ركبنا السيارة معصبين، ولا ليش ما أدري شنو، كان وقتها في براحة مرتبة يعني، وفاضية فاضية 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 شنو فاضية، سالفتك؟ لكن كان الموسنج تصدق توني كنت ماخذه 3 اشهر، والله احمده 3 اشهر. وكنا بموسنج احنا 5، حلو. كان وقتها في 3 سياير بالبراحه فقط لا غير، البراحه تطلع عليك دايركت والله. اذا انا مو غلطان ما كان في صبه يعني، تفصل. كان ايه، كان الموضوع كذي براحه وبعدين لك على طول. اللي صار، واحد من الشباب الله يذكره بالخير قال يبي لها حرقه تواير، لان كنا ناويين الرد خلاص ما راح ناجر جتات، صح. فاحنا رحنا قطعنا ساعه ونص ناويين الرد ساعه ونص. وكنا وقتها اساسا مو ناويين نطلع هالطلعه وصارت، ضغط فالاعصاب فالته النفسي. كانت، الاعصاب فالته. دقينا سياره سلف، واحد شباب قال يبيها حرقة واحدة سنتين. تواير، اي واحدة يمين واحدة يسار واحدة يمين. ما والله طلعت. العظيم احمد اوتري دايركت على 3 سيايير اللي هم تبع عائلة واحدة، طالعين طلعة كشتة مبروحهم رايحين الليك. ادش السكان فلت خلاص، فجأة انا داش ب F-150، F-150 يدش بالسيارة اللي يمه، وانيتات كلهم بيك ابس، البيك اب الثالث ما ادري شنو كان بالضبط. المهم 3 سعيد. 3 سيايير، 2 منهم تشيصوا. راح سالني ايش دراك تشيصوا وياك بالحكي ان شاء الله، بس خلينا نختصر. ايرباج طلع، سياره رجعت، الماكينه طاحت، اوه ليك، اوه انت يعني والله. المشكله شنو، الموضوع كله بظرف 5 ثواني بس، عشان تكونون بالصوره، كانت اعمارنا تقريبا 19 سنه 20، فالمنتاليتي ما كان يعني ماتشور انف على اساس ان انت ما تسوي هالشيء. ما ولكن في من ذاك وعي اليوم طبعا. ايه، الشاهد لونج ستوري شورت، طشرنا السياير. اذكر اول ما خلص الحادث ايدي قاعد تدخن، احنا دول من الأرباك ايدي قاعد عندك. تدخن من الايرباج محروقه. واذكر وقتها قاعد اسالك، تذكر السؤال ولا ما تذكره؟ لا. انت ميت وقتها جايك على السؤال. المهم احترقت، طلعنا الله يذكره بالخير ابو حسين، هو اكثر واحد كان صاحي بالموقف، ردة فعله حلوه سريعه. بابي ما يتبطل، طلعنا من بابا على طول نشوف السياير. انا طلعت، عبد الله السلطان عنده صوره تحكي واقع الحادث هذا، طلعنا ايدي كذي على راسي، اللي الا ايش صار، ليش سوينا كذي، ما له داعي. انا قاعد اجمع احاول اطلع نفسي من الغلطه، بس هي تقريبا كلها علي. الشاهد صح، جت هي مو كلها عليك، الظروف اللي انت بلشت فيها ترى صحيحة يعني، عادي انت تكون بوعيك ايه واحد يقول لك هذا. انا ما قاعد اقول صاحبك الغلط، بس الغلط كبير مو بس انت تشيله، صدق والله. كنا ايه، لا لا كنا صغار وحماس. الشاهد جت العائلة اللي دعمت سيايرهم، كانوا تحت ينهم بالك يعني، ينهم واحد فيهم كان يقول ايه، كان على طول دق على الشرطة يا الشرف، كان يقول ريكلس درايفنج. ريكلس درايفنج هناك بامريكا يعني تقريبا هذه رعونة. تيكت حق ايه استهتار ورعونة، فعلى طول بيل ولويا يعني، فيها كفالة، فيها ممكن حتى توصل لها سجن. سجن. فوقتها على طول جت الشرطة ويسعف وياها، ما شاء الله يعني، ترى والله الحادث صار 5 دقائق كل هالشغلات صارت. ركبت الإسعاف على أساس الحرق اللي بيدي، ما كان ودي أنزل لأن أنا شفت المشهد قبل لا أصعد الإسعاف، شفت السيائر اللي مدعمها، شفت أهالي المصيبة. السيائر اللي أنا دعمتهم، اللويا اللي صارت، الشرف وهو جاي، شرف تكساس يخوف يعني صراحة. المهم
صعدت الاسعاف، قاعد يقول لا خذني مستشفى تكفى، طلعني من الموضع اللي انا فيه يعني، ودني مستشفى. لا لا انت حرق بسيط، فيرست ما ديجري، شويه صبت ماي وكذي سريع سريع لفيدك. مع انه لو بالكويت اتوقع او اي مكان ثاني المفروض مستشفى، بس هم على بالنا ريكلس درايفنج. الشاهد نزلت من السياره ولا بوجهي الشرف، على طول اعطاني مالت الموفيز هذه في ويتنس وريكلس درايفنج، واجمعوا على هالشيء. قلت له في ويتنس شباب معي بالسياره، ما لي شغل فيهم، يو مي ناو ريمين سايلنت اني ثينج يو ساي، والامور هذه كلها تاك ولا يكلبش. تمام، هو سوى هالحركه، انا هني خلاص ببالي انه بس هذا يعني هذه اليوم نهاية الاسود التواصل في أمريكا. اللي ما حسبت حسابه على شنو، على طلعه يعني جت سريع. هترن اي على السريع. وبعدين الشاهد ركب الكلفته هني، خلاص لاقت فيني الوسيعه هني. انا متاكد ان امي كانت قاعده تدعي دعاء يعني، اللي والله انت تتفاهم الوضع بامريكا، فاهم القانون احمده، يعني مو غشمة ما تطلع غالبا، يعني، ما اي فيها غالبا دق ما على تطلع منها العميد بالسهل. والعميد و... اي في واحد حاول يسوي هالسالفه بس ما ضبطت فيها. اي ركبني الدوريه ما ركبني الدوريه، ما حرك. الشباب يولا كذي اللي معي بالسياره كلهم الله يعطيهم العافيه، راحوا له على طول سين وجيم، ولا وليش وهذا اللي صار، اور وورد اجينست ثيرز وكذي كذي كذي. قال لهم خلاص انا بنطر الشرف على ما يجي وان شاء الله خير، نشوف شو يصير. هو تقريبا ما ادري شو وضعه، ضابط اوفيسر ديبيوتي عادي، الشرف اي يمكن ديبيوتي، والشرف اي ايوه الشرف مال الكاونتي. وصل الشرف، اول ما وصل اذكر كان ابو حسين، الله المهم ابو حسين قاعد يكلمه وياني وقاعد ادعي والله طول المده وانا بالسياره. طبعا السياره واضحه ورا صبه صبه صبه، ماكو كشنات ماكو شيء، طايح كذي وقاعد ادعي يا الله طلعنا منها يا الله ما ادري شنو. كان يجيني ابو حسين يقول لي شوف ياني عند ريشتي، قال لي وقتها قول له ان الستيرنج علق السكان علق والكاربت علق بالبنزين بالجاس بيدل ويو لوست كنترول، يعني انه مو فتحت على ريكلس الموضوع. ايه على السريع يعني، ما ادري من اللي قالها بالضبط، اذكر انه علق. والله كان يجيني الشرف، واحد في المطار. ترى الموضوع ايه ساعة تقريبا خذها، يعني الشرف كان يقول لي شو اللي صار معك بالضبط؟ كان اقول له 1 2 3، كان يقول حق الديبيوتي ريليس هم. قال مالك كنا ريليسهم واحد انا قسما بالقصر بالله كنا وقتها. فجأة مو بالليك قاطيني بلاسكا فجأة، خلاص الله الله معقولة يعني الحين ريليسهم خلاص و get your paperwork ready ويا الانشورنس ويا التوين كومباني ويا فجأة الامور هذه كلها. باي ذا واي اذكر يوسف المسلم كنا ببلان كامل احنا بانشورنس بلان، انا ويوسف وفي فصيل السيف في رابع كان مجدد الانشورنس قبلها بيوم، قبل الحادث او قبلها بيومين يعني. سبحان الله لو مو مجدد كان انا يمكن مكفل عزوة تاكسي. عزوة للحين اثنين تمام الجروب حلو اللي وياك حلو ومسألين بعد متى ما تدري. ايه صح. انزين تبي نكمل بالسالفة نفسها ولا؟ لا لأن احنا أهم راح، فيها عبر وايد، لا بس اللي بكمل تشوفه اختصر بسرعة عشان يمدي الناس اللي ورا. حلو تمام. اللي صار طبعا الفاميليز هذول ملوت السيايير كلهم تشتم وريكلس درايفرز وشي. اللي زاد الطين بله ان الشباب ربعنا احنا وقتها كان الموستنج شيء يعني بالنسبه حق طلبه الكويتيين بامريكا وقتها والسنين اللي وراها يمكن 4 5 سنين الحين ما ادري شو وضعهم، كان الموستنج شيء اساسي. الشباب على طول ياتهم اتصالات، ربعنا اللي بالديره اللي هم سان انطونيو يونا على طول، انت واحد منهم واذكر الموستنج مالك ما انساه. فايته وشافوا كله ان موستنج كنا كرو جاي عرفت، فاوبسلي ان ريكلس درايفنج الموضوع يعني كرو موستنجز، بس الحمد كلهم لله نفس طلعنا الشيء منها وكلهم الحمد لله عرب وكلهم هذا. كلهم شنو عرب. السؤال و اللي سألتك اياه من ساعتك بتقوله على ايدك؟ السؤال شنو؟ اي اوكي شنو؟ اذكر وقتها قاعد اقول لك الحين تالي عقب ما صارت اللويا ركبت وياك سياره رحنا ميدتكس عند ال كلينك تذكرها؟ اي ايه كان اقول لك احمدو محاتي انه
يعلم علي الحرب، راح يعلم ولا لا؟ هذا السؤال. فاذكر وقتها شنو قلت لي انت؟ قلت لي يعني انت على اللويا اللي انت فيها كلها داعم لك 3 سياير مشيصة، سيارتك شيصت، تسالني عن الحرق؟ بس هذه السالفه. ف كنا حركتك وقتها زيادة هذه ما انت وصلت على 3 ديجري كان فيرست هو. وبس شنو بعد تبي تسمع؟ في سالفه الجراج عقب ابي الجراج. سالفه الجراج بس على السريع نعطي الحكمه من على السريع الموضوع. هذا هو السؤال، معطي دائما فوتو شباب حقه. يعني ايه اذا دعمته ولا تبون تصلحون اي شيء روحوا حق جراج قريب منكم. وين انت ساكن، وين الكومبلكس مالك، خليه يبعد 10 دقائق ماكسيموم ربع ساعه غالبا يعني افضل لك، على اساس مراجعاتك تروح له وتشيك على سيارتك سهاله. اللي صار معاي قبل هذه السيارة لما تندعم أنت لا توديها جراج، لما تندعم حلو ودها بيتكم واصفطها ببيتكم وبعدين ممتاز تناقش ممتاز مع الجراجات ممتاز المختلفة، لا توديها جراج صح تندبس فيه. يا الله صح. اللي وديت أنت صار جراج انه كان بعيد عن ايه تاون سمعتهم. كومباني، يعني تاون كومباني نفسه مال الكانيون ليك، قال لي الوالد عنده جراج نيو برانفيلز، اذكر المناطق نيو برانفيلز تبعد عن سان انطونيو 40 دقيقه تقريبا، لكن انت ايه تخيل يعني انت بتشيك على سيارتك لم شيصه اللي نعم احتمال تصلحها احتمال تبيعها سالفج 40 دقيقه تشيك. حلو فلان الامور كانت اوفر ويلمنج وايد ضغط الوضع رحنا فرحنا، واذكر استشارتك احمد وقتها قاعد اقول لك وسالت كم واحد من الشباب قاعد يقول لهم اوكي اي لا اي لا. الشاهد وقعت العقد لان الشخص اللي قعدت وياه كان ما تعرف بيتر مال فاميلي جاي، ايه هو ايه تخيل هو الحين اوكي، كان يقول لي هذه سيارتك قبل الحادث حلو ايه راح تطلع كذي نفسها بالضبط لا تحات، يعني الشمس بيد والقمر بيد. انا كنت موجود يم الدرب. والله يمكن اي لا انا اتوقع وياك كنت كل شيء موجود دخلنا صح الجراج صح ورانا بي ام دبليو قاعد صح تصلح، قلنا اوه جراج زين الله عليك ورانا تذكر البي ام اي مرسيدس، والله وقلنا إيه. اوه مواتر إيه مرتبه، اخر شيء فقلنا اوكي هذا يعني شغال. اخر شيء سنه كامله تروح ترد طلع لي عليه. اياها مادك سيلف سنه كامله، اروح وارد عليه واجيب له البارتس من الكي كيو افتر ماركت اذكر، لانه كان بريميوم او شيء مصري ما تحصل قطع غيار في كل مكان. الشاهد كان لا يركب برغي تذكر بالشهر تقريبا سنه شو الغلط كامله. اللي سويته الشاهد انت؟ الغلط ان دفعت بارشل اماونت اذا مو نصه تقريبا كاش، يا راجل واستمريت ادفع له استمريت اجيب له قطع غيار وكذي تقريبا يعني دفعت له 7000 دولار اي سبعه توتال. كان من بابا ولا سيارتي مشي صاير ابيعها، او يعني اذا بصلحها بمكان قريب من على الاقل اقدر اروح له. انتوا يمكن الحين تقولون سنه كامله، يعني انت ليش ما اتخذت اجراءات قانونيه؟ ليش ما وايد شغلات تقدر لا تسويها صح قانونيا. هو كان ما ادري اذا تذكر احمد ولا لا، بس كان انسبكتر ويا البوليس، فكان هو يعني تقريبا عنده معارف، عنده حتى قال اوثوريتي لك اذا وايد تجيني في ترى عندي المطار. كلاب في هذا في ال طلع الكلاب طلع روتويلرز فابي الله اثنين، طلع باج، طلع كل شيء. بس شوف سنة كاملة اخر سنه كامله اخر السنين اخر الاشهر قمت اتعامل مع ولده، لان بيتر حاشته ازمه بقلبه او شيء كذي، فما كلنا ادري ما اجمعنا، ادري كلنا اجمعنا ايه نموت ام صقر. صح ما ادري دعاء الوالد دعاء ايا كان، بس او انه هو منخش ما يبي يواجهنا ما ادري. فالشاهد ايام سود تحصل لك بامريكا تحتاج فيها ناس قراب يمك حوالينك، خصوصا ان امريكا يعني تبعد عنك 24 ساعه عن الكويت، فلو لا سمح الله صار شيء ما شيات على ما يونك على ما هذا الا يومين ثلاثه، فتحتاج انه يكون حوالينك احد، خصوصا يعني حتى على وجه الاخص البنات للامانه. فقط يعني بس ما ادري الدراسة بأمريكا حلوة وسهلة ولا مو حلوة وسهلة؟ سهلة لا لا حلوة الحين أكيد أنا مو قصدي الدراسة سهلة، قصدي يعني أنت الحين لما اللي قاعد طالعنا قاعد يقول وي ما راح أروح أمريكا أنا. فأنا بنختم أن هل أوكي لا هذا لا لا الجانب لا لا اللي إحنا بيناه ولا لا؟ لا أكيد لا. أنا اللي قاعد أبين لك إياه إن في يوم أسود يحوشك حلو وفي شروط غالبا حلوة. بيك خلال إيه في سنين حلوة وتجربة ناجحة يعني الحمد لله. جميل
من وراي بيطلع بس ما شاء الله عليك انت اخذت 25 دقيقة الحين، انا شلون صدق. شلون ما ادري بتسحب قدام الناس ولا شو؟ الاشتراك. المهم بصقر، يسألني من يلا يلا ابويا. المهم موفق، بصقر، يعطيك العافية، مشكور جدا، يلا يا ووراك موفق كثير. حبيبي، يلا حبيبي، سلام حبيبي ان شاء الله، سلام. يلا سلام. يا زين، حيا الله الشباب، يا هلا وسهلا. الحين على القلب، كتبوا كل اللي تبون تكتبونه عن السالفة ولا أي شيء. بس واحد ما عرفه دز ريكوست. والنعم يعني، بس ما الحلقة عن مرة قال شلون تسحر معنوينا بأحمد الكندري. يا مدي عاش الصقري. زين يلا، أرحب يا عيال جاكس. يا هلا وسهلا بهاني حبيبنا. يلا يا بدر، بدر وينك يا بدر؟ بدر يا بدر كاك، يلا. بس بدر الحين خلص لي اياها، ها انا قاعد مع كل واحد. هلا، هلا هلا، انت سويت كذي ترى بدر، عدله ها عدله كذي. بس ايه، بس اسكر كومنت ولا اخليها؟ اكيد سكري، صدق في ذئاب بشريه ناطرين. يلا يلا، هلا هلا هلا، ياخذون حكي السنين كلها. شلونك شخبار؟ خير، نعم، عاش من شافك. عاشت ايامك، اول شيء تقبل الله طاعتكم، مبارك عليكم الشهر، الله يسلمك وسعد الله صباحكم جميعا. بتسأل ولا اروح؟ روح. زين، اول شيء صقر، اتكلم عن الجانب السلبي. خلينا مثل ما انت قلت، لو انا مكانه وقاعد اسمع الحين كان هونت عن امريكا. فانا بتكلم بالجانب، خلينا نقول الايجابي، بس ما ابي اكون مثالي حيل، يعني لان ما في دراسه او مكان بالدنيا كل شيء وردي وكل شيء حلو. لا لا، لازم تمر عليك مشاكل سواء بالجامعه ولا برا، بس بتكلم من البدايه. ما كنت حاط ببالي 0% اني اروح امريكا. كنت نفسك بالضبط، مخلص اختبار الغدرات، اذكر ذاك اليوم قاعد اسولف، وعندي قبول فوري بال او مو فوري، عندي قبول بالهندسه بس ما شنو طريقتهم يعني. رحت قاعد اي، وخلاص مقدم ورايح جامعه الكويت، ما ادري وين الله قط علي اثنين، دكتور سلطان شفاق العنزي، دكتور مشاري النهار. نعم فيه. دكتور مشاري يعني اقوى واحد بالدنيا بالماركتينج، يسوق لك الشيء يخليه بعيونك شربة ماي، صحيح، خليك تبي تروح خلاص. وين وين؟ يلا وياك وياك. سلطان لا اقناع بالمنطق، عرفت اللي انت ليش؟ لا ليش يعني؟ نفس ما قال كنت بتصير دكتور، روح امريكا يا ما ردك تروح، ما تصير دكتور امريكا. فهذين الاثنين يعني هم اللي اقنعوني في البدايه، اللي طلعت من عندهم على طول رحت حق ابوي قلت ترى بسحب اوراقي اللي قدمتها في جامعه الكويت، انا لازم الشهاده الاصليه ومش عارف ايش. وين امريكا؟ حتى الوالد انصدم، ما كان عنده اي خلفيه عن الموضوع. شو السالفه؟ قلت والله قعدت مع اثنين خلوني اقتنع 100%. حلو، وقدمت. هني طبعا الجانب اللي انت فيه امور ما تعرفها اول مره، يعني شنو يعني اقدم على فيزا؟ شنو يعني اقدم على معهد لغه؟ شنو يعني ايلتس؟ شنو يعني توفل؟ هذه الامور لا ترتجل من عندك. يعني اذكر سلطان العنزي لما قدم لي على الفيزا علمني شلون اقدم على الفيزا، وبعدين انا قمت اقدم حق ربي مثلا، عرفت؟ لما قدمني على معهد اللغه علمني شلون عشان انا بعدين اقدم حق الجامعه. فهو يعطيك الاساسيات بس عشان تتكمل دربك. هذه كانت البدايه يعني. الغربه بشكل عام، خصوصا امريكا، كوني انا جربت امريكا، يعني كل يوم قاعد تستفيد. انت بمجرد انك تطلع بالشارع، رايح الجامعه، رايح الجمعيه، رايح مطعم، مسافر، قاعد بشقتك، انت كل يوم قاعد تستفيد شغله. ما اقول لك كل يوم قاعد تستفيد معلومه بالهندسه او شيء تخصصي هندسه ميكانيكيه، ما اقول لك انت قاعد تستفيد شغله لازم بالكالكولس ولا بالماده الفلانيه، ما اقول لك والله لازم كل يوم تتعلم 10 كلمات وتحفظهم، لا لا لا، خبرات حياتيه. مو شرط كل شيء يكون اكاديمي، مو شرط كل شيء يكون بالجامعه. انت قاعد تتعلم شلون توقع عقد سنه كامله صح وتلتزم فيه، دور سكن، شلون تدور سكن اساسا، اي وشلون تدور سكن، شلون تدفع كهرباء، شلون تدفع ماي، شلون تفتح خط، شلون تشتري سياره، تحجز تذاكر تروح وترجع، شلون تشتري سياره. على طاري السيارة، على طاري هذا طاري صدق عاد الشباب يعرفون شو سالفة على طاري، هذه الأزمة اللي ما لها داعي بس المرة على صدق. المهم صقر، لو انه بس حاط انشورنس ترى كل الفيلم اللي صار له ما كان راح يصير. حاط انشورنس صقر، فل انشورنس، فل انشورنس، ما حد من حاط فينا فل انشورنس. ماشي، قاعد اقول لك لو انه حاط فل انشورنس اوكي صح، لو ما كان راح تبقى حادث، تجي الشركه اللي انت موقع معاها توديها وتصلح كاترتك على باب البيت.
فهذه من الامور اللي انت تتعلمها يعني. والله شفت صاحبي انا ما كنت حاط انشورنس قبله، تخيل لما شفت اللي صار له على طول انشورنس ودعمت وراها ثلاث مرات فاستفدت من الانشورنس يعني، مع انه فكرته كلش مو كذي. في شغله حيل حيل حلوه يعني، لو كنت تدرس بالخارج ما عندك اي التزامات، ما في عرس لازم والله اليوم عرس صاحبي لازم اروح، ما في عزم ما في روح اغراض الجمعيه، ما في والله ما ادري كهربتي بالبيت ومال الغاز، انت متفرغ تماما لنفسك، ما في زوال جلول دراستك طبعا. هذه الشغله ما راح يحس فيها الا اللي درس برا. شلون انت يعني عندك ال 24 ساعه كامله مسؤول عن نفسك لك بالكامل، مستحيل مستحيل بالكويت لو انك شنو ما راح تحصل 24 ساعه كامله لك، اقلها بساعه بالزحمه انت معلق وساعه بالرده. فهذه بعد من الشغلات اللي يعني تساعد الناس. انا عن نفسي اول مشكله واجهتها وتبهبلت فيها يعني اكثر من صغير، يمكن البعض ما يتخيلها ولا يتصورها، قول لي شنو تخيل. مالت الايدز؟ لا لا الفيزا، فيزا قبل فيزا امريكا، فيزا السفاره الامريكيه ما بيقول عن جهه، هي مزاجيه، انت تقدم صح. خلال 24 ساعه 28 48 ساعه انت ماخذ فيزتك، بدل تقدم 5 شهور او 4 شهور. يلا شنو يعني 4 شهور؟ يعني الكورس الاول كله راح عليه، في كورس انا ضاع من حياتي قاعد بالبيت وحزتها حتى ما كان في لا سناب شات لك هالحكي، يمكن 2009 ما في ما في ما في شيء تشغل نفسك فيه حتى يعني. هذه اصلا يا حسيت وصلت مرحله اللي ها اغير البعثه اروح بريطانيا ولا ارد جامعه الكويت، يا ليتني والله اكمل جامعه، يعني مو سامع كلامهم تخيل. يعني انت هذا شيء متعلق بمستقبلك، يمكن المشكله اللي صارت حق الشباب سواء حادث او غيره هاي مشاكل ماديه بسيطه ان شاء الله تنحل، لكن مثل هذه الامور انت مجرد انك خذيت فيزا ترى انت خطيت خطوه حيل كبيره. صح صح امريكا صح. تحديدا اي مكان ثاني لا عادي. بعد موضوع الفيزا طبعا حاجة سان انطونيو بعد بس ان اول خطوتين بعد الفيزا عندك الايلز او قبول الجامعي، هذه تعتمد عاد انت شنو لغتك، طالع من الكويت مدرسه خاصه مدرسه حكوميه، انت واجتهادك يعني. واللي بيقول لك الاعتماد على اللغه المعهد وما لك حكي فاضي، المعهد يعطيك 30%. ليش سان انطونيو؟ ما ادري تصدق والله ليش سان انطونيو، انا صقور ادري ليش سان انطونيو عشان كذي ما سالته او نسيت. لأن انا اللي اذكره كان عندي قبول من ثلاث ولايات وسان انطونيو اخترتها يمكن عشان الجو يعني، الولايات اللي كان عندي قبول منها اذكر اوهايو وكنا يوتا، ولايات حيل بارده. كنت تروح ديتن؟ ما اذكر والله ما اذكر ديتن ولا سولت ليك. سولت ليك بيوتا ديتن إيه اقول لك يعني يا ديتن يا سولت ليك او تكساس. انا بني ادم ما احب البرد كلش يعني، حتى الشباب لما ادخل شغلكم والبيت انت انا اول شيء اسوي تذكرون صح دومن. فقلت يا عم كلمت الشباب اللي بيوتا قالوا لي الثلج لهني يعني شيء مو طبيعي البرد، انا ما احب البرد، يمكن هذا كان سبب بسيط بس وانت عشت اوريدي في برد يعني قبل اتينا. اي عانيت انا لما رحت فيرجينيا كنت شهر واحد فكان عز البرد يعني. حيل ما حبيت بردهم يعني بردهم حيل مزعج، ساعات تسحب على الجامعه بسبب الجو. فهذا كان سبب بسيط يمكن البعض يشوف ايش دعوه يعني عشان البرد وحر، لا 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 يفرق حيل يعني، تكسس توصل فيها 42 40 كأنك بالكويت. لكن الحمد لله انا اعتبره اليوم اشوف انه خيره لان خلاني اتعرف على شباب مثل كوشواك والحمد لله مشيت بالجامعه وتحسنت كل اموري. عطنا موقف بسان انطونيو عشان ما اسمع. ايه المكاسب كم اهم مكسب من مكاسب الغربه؟ الحصيله صدق البنك اللي عندك، الناس اللي راح تتعرف عليهم هناك يعني. انا اليوم صار لي متخرج اكثر من 5 سنين او 5 سنين خلينا نقول اسف، 90% من الدائره اللي حواليني ربعي 90% منهم ربع امريكا او سان انطونيو تحديدا. قومتي وقعدتي وشغلي واي يعني اي شيء يحتاجه راح ادق على واحد فيهم حتى برا 90 معارفك من امريكا. من امريكا اي اكيد عندي ربع من الثانوي وغيره بس احتكاكي معاهم مو كثر احتكاك امريكا الا ما ندر يعني. دائما هذه المكاسب العلاقات الاجتماعيه في امريكا حيل حيل مثمره. موقف ما اسمع
عطنا موقف سان أنطونيو. خلاص انا اعطيتك الحين يمكن كم 10 دقائق انت تبي تقلبها رسميه، سكت انا ما عندي مشكله، قلنا نحترمك الحين مهندس في الدوله وحالتك حاله ما عندنا مشكله، بس يا اخوي احنا الحين نبي موقف سان أنطونيو، نبي نذكر شيء، نبي خامه بسيطه، عطنا والله عندك يعني شغل والله. موقف تبي موقف حزين مضحك انجاز؟ عطني واحد حزين وواحد مضحك تكفى، عطني واحد حزين وواحد مضحك. اسمع لا تقول موقف عن دويلة، لا تحرق مواقف دويلة، دويلة عنده لا ما راح اتحرش فيه لانه بيطلع وراي وهو عنده السي في مالي كامل بس كله راح اتحرش فيه. موقف مضحك فيصل السيف اي مو موجود سيف عادي الخير ما موجود سيف عادي يروح. المهم اذكر اول مره قعدت معاه يعني ما صار لي خمس دقائق زين يمكن الناس ما يشوفونه مضحك بس انا ماسكينها عليه لليوم. خمس دقائق بالضبط قاعد معاه وكنت شاري راوتر بركبه على الوايرلس اللي بالشقه داخل ومو عارف ابرمجه او شغله، قلت له تعرف تسوي تضبط لي اياه؟ تقول لي اعرف، قلت له يعني انت مسوي من قبل؟ كان يقول لي وش فيك انا تقدر تقول عندي خبره كمبيوترات؟ شلون يعني خبرة كمبيوترات يعني تسوي فورمات حق اللابتوب وشي؟ انا مصمم 1400 منتج صفر صدق قال 1400 بهالحدود بهالحدود قال فوق له قال فوق له حتى مره حكرناه قلنا اصبر اذا 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 كل منتدى ياخذ منك 10 دقائق شلون في 1400 منتدى في العالم انت تخصصك اي تي؟ قال لا سيفل انجينير ما ادري يعني شلون ما ادري. المهم ان هذا يعني خلاني يمكن اطيح مع المياره من اول خمس دقائق يعني عرفت انه الولد لا ونعم فيه بس الموقف هذا ما انسى. حزين حزين على انجاز يعني بشبكهم. اخر سنه لي بالجامعه في ماده عصقت معي. حلو. النظام بالجامعه النظام تعيد الماده حدك ثلاث مرات. حلو. الرابعه تغير تخصصك. حلو. تخيل كان باجي لي التخرج اكلمك تخرج خلاص بلبس الروب واطلع. اقل من سنه. اقل من سنه أو سنه بالضبط. حلو. عايد المادة للمرة الثالثة يعني الحين ثاني مرة دينامكس؟ لا فلويد اوكي المهم سيمونس؟ لا لا مو سيمونس سيمونس سيني خذيتها بسبرينج مع واحد صيني اوكي بعدين ما عديتها خذيتها بالسمر مع منتوفل منتوفل اضطريت اني اسحبها بنص الكورس يعني بنص السمر انه خلاص يبي لي يمكن 120 بالفاينل سويت خطوه ويعني الحمد لله اني سويتها تخيل طقيت تذكرتي رديت الكويت سحبت الكورس هو الصيفي قعدت ادرس حق الماده بالكويت شهر ونص يمكن حق الفول لان اذا ما طفتها بالفول وانا باجي لي سنه على التخرج لازم اغير تخصصي فلك ان تتخيل يعني 90% راح اكمل على حسابي البعثه راح تنسحب وما راح اتخرج فقعدت ادرسها يعني الشيء اللي مو زين بالموضوع ان اللي نزلها بالفول منه اللي خذيت عنده بالسبرينج الصين وهذاك اذكر ان كانت نسبه النجاح عند احنا بامريكا سي ماينس تنجح اذكر نسبه النجاح باوفرلول الكلاس اقل من 50% تعيس دور تعيس صعب صعب فقعدت ادرس على امل ان راح اخذ عنده مره ثانيه واتخرج خيرا الحمد لله حطونا دكتور هندي بداله رحت لقعدت معه اول يوم قلت له طويل العمر انا اذا ما تخرجت اذا ما نجحت هالماده هالكورس راح اغير تخصصي وانا مخلص من اصل 120 كريدت تقريبا 90 باجي لي سينيور 1 سينيور 2 هيت فيرمو 2 خالص كان يقول لي هم طبعا هنود حلو فيهم متفهمين يعني شوي ياخذها بانسانيه الامريكي لا ما في هذا حقك قلت له شو اسوي انت عطني خارطه طريق قول لي عطني خارطه قال لي اول شيء شنو المواد اللي ماخذها معه قلت له مو ماخذ الا 12 كريدت ماده ارت اذكرها تصوير ماكو شيء وماده نسيت شو يسمونها الالكتف او شغله اللي تكون مع الماستر مع طلبه الماستر اغلب شغله تكنيكال الكتف اغلب شغله بروجكتات وماده اونلاين ليترشر خالص انا ما بادي لي اصلا مواد تخص اربع خمس مواد واتخرج بس اللي انت بتخلص فلوس ايه قال لي حلو انت كذي يعني راح تركز على مادتي الشغله حلو. الثانيه ما طوف كلاس عندي حلو. وبعد الكلاس مستعد اقعد معاك ساعه ونص اشرح لك انا عندي اوفيس اورز بعد الكلاس مالك بالطويله
ذاك الكورس أذكر ما كنت أسوي شيء بحياتي غير الأكل والنوم والشرب أني أدرس فيه بس كنت ماخذ بالمرتين الأولى والثانية دي أو دي ماينس مع أخذت بي بلس. ها؟ بي بلس. أوه زين خلصت أو أي حتى أذكر قال لي يعني أنت ترى بديلك شوي على ماينس يعني حد ما دزك أسلوج ما دزك ما أذكر بس يعني درجة كانت بي بلس لا ما أعطاني بس يعني معود أشتري سي ماينس أنت متخيل دي ماينس أبي بس سي ماينس أريد بي بلس فلا الواحد إذا حط بباله شيء واجتهد عليه واشتغل عليه حصله وهذه كانت يعني إذا صقر كان الحادث ذاك أنا كانت هذه الشغلة السوداء يعني اللي المفصلية كانت مفصلية كانت راح يعني تنهي مستقبلي أقول لك يا بصراحة والحمد لله أنا قدرت أعديها فضل الله طبعا جميل جدا جميل جدا كل القصص اللي قلنا إياهم جميلة وحلوة تقدر تقول عني تقدر تقول عني الحين خبرة لايفات لازم والله أنا أتمنى خلص لايفاتك تدري ليش لأن مع انتهاء لايفات أبو خليفة معناته انتهت جائحة كورونا يعني لا لا خلاص يا معود انا بعد رمضان بقفل بعد رمضان خلاص الواحد بيقعد عشان يقعد يغذي مخه يريح شويه تعبنا فبعد خلص رمضان خلاص حبيبي موفق ودير مشكور حياك حياك يا هلا ومسهلا اخ والله العظيم اني حرام ما عصرته والله والله لو اقعد وياه لايف كامل بس ما شاء الله ما شاء الله عليه هذا ما يعني الحين خلينا نقولها وان شاء الله يقعد علينا احنا بجروبنا دائما النكته انه هو ما شاء الله عليه حافظ كل شيء ما يطوف شيء الا حافظه فالمعلومات اللي عنده والقصص بالديتيل ما شاء الله عليه فما صدقت ان المقام هذاك انزين يلا يلا خلاص عمدوا خلينا نطلع السويدان بعدين انت ان شاء الله هلا هلا خليفه هلا بالحبيب يا هلا كومنت اوف ولا اون لا لا سكري معود ما نخلص لا عبد خليف عاد لا انا اكثر واحد يبوني شباب ايش فيك صد والله الجروب اليوم كان عامر يعني فصعب يلا يلا ترنص يلا حيا الله خليت يا هلا مرحبا عطنا شنو استفدت من سان أنتونيو والله شوف سان أنتونيو اللي يميزه كان يعني لو بتقارنها مع شباب كلهم الجروب صراحة يعني لو مو الجروب أقول لك يعني سان أنتونيو سيئة صح كمدينة كجامعة إيه والله جد يعني من نواحي كلها فالجروب يعني بالعكس من ناحية دراسة من ناحية طلعات حتى سفرات كم مرة سافرنا مع بعض كجروب صح حتى التنسيق يتم عن طريقك أتذكر آسبن زي. أول مرة جربنا بوسكينج فأقول لك إيه أمريكا يعتمد على الجروب في جروب راح تمر مرور الكرام من ناحية دراسة ومن ناحية وناسة ما في جروب أحس إنه راح تصير شوي صعبة صح شنو عطنا المواقف اللي تذكرها بسان أنتونيو شوف في موقف ما انسى والله النكسة انا اسميها هذه مجهزة اي شوف مذهب لك انا سوالف كم ساعة سالفة سوليد لما كلنا ندش انا انت الخراز سليم شاب كلهم الجروب كله خلود نيدي سيف عبو جمال اي كلنا كنا جروب وايد ثمانية كنا ما ادري السلطان كان ويانا ولا لا السلطان لا كنا ويانا ما ادري والله ما ادري المهم كنا جروب كبير وكنا ماخذين دراسة والله سهلات يلا امشي مش عمرك المهم الطوف المادة يعني أنا عن طريقك كنت أسوي كذي يعني المهم الطوف المادة ما همني المعدل ما همني أي شيء عرفت ماخذين استاتس لما طفينا الأمور طيبة كانت إيه الأمور طيبة لما طفينا مع الأرويو أرويو إيه لما طفينا مع أرويو أول امتحان يبتشم 80 أتوقع حلو 78 اتوقع انت على من يمكن 85 شيء كذي ما ادري والله فكنت مرتاح بالسوليد الامتحان الثاني هوب ولا 30 اي هذه الكبسه شباب طبعا لا اسولف عن شباب شباب مسخره الوقت كان الكل بيسوي دروب الكل ما شنو الحين باقي فاينل هم ثلاث امتحانات اتذكر ندرس واتذكر في شو اسمه مور سيركل
في مسألة أتذكر قلنا لا ما راح تي ما راح ندرسها وأنا مو فاهمها فما لي خلق أعور راسي. مور سيركل هذه كان اسمها. وتجيب الامتحان. 50% من الامتحان عليها. إيه 50% من الامتحان عليها. المهم كان يجيب العيد ونسقط كلنا ما نجح إلا واحد اللي هو أنت. الحمد لله. زين إيه فهذه صراحة إن أنا أول مرة بحياتي أسقط مادة يعني أخصك يعني الثانوية الجامعة يعني أول كورس كورسين. سولج من خذناه من رابع كورس أتوقع. فالامور ماشيه طبيعيه عندي بالنسبه لي صح. فجاه شيء اسقط الماده هذه صدمه بالنسبه لي صراحه صدمه ان اول مره اسقط الماده بس عقبها عرفت ان انا شغلي كله غلط من ناحيه دراسه من ناحيه ترتيب من ناحيه ما كنت انتبه من يسمونه بالكلاس من الامور هذه فغيرت سيستم الدراسه عندي غيرته كليا عرفت ان انا غلطان ما راح ينفع بتمشي بالجامعه ما راح يمشي وضعك كذي نغير اتذكر لما خلينا الماده هذه خليناها انا ومسليم وخلوا دنيدي شباب الباجي خذوهم ميكانيكال خذوهم مع واحد اسهل هلا خليناهم نفس اللي سقطنا معاه خليناهم مع والحمد لله يعني غيرنا طريقه دراستنا وقمنا نجابل واسال البروفيسور كل يوم عندك سؤال تجابل صرت مصطفى باختصار يعني زين والحمد لله خلصنا الماده طبعا بي كفو كلنا كلنا بيخلنا فهذا بالعكس يعني أنا أقول لك نظام بتسلك بالمادة ما راح ينفع راح تيجي على وقت في مادة يعني استاتكس أتذكر استاتكس هنا مسلك يعني مشي المادة على الماشي عرفت فلمينا بسولد إحنا مو فاهمين استاتكس دشينا بالطوفة فالأفضل أن لا من البداية تكون صاحي من البداية ولا أنا ما أسميها النكسة مالتك أسميها القرصة تمام انت كان استحيل اي بس انا اول مره اصلا يعني هاي بالنسبه لي لا صدمه صراحه صح بس تعلمت منها الحمد لله انت ما تاخرت تخرجت مرق والسليم كل شيء كان اي خلينا صيفي لان عدلنا وضعنا بعد عطنا سالفه ثانيه سالفه ثانيه انا عندي سوالف عن الشباب ودي اقولها قول بس طول بالك وانت تقول ان اذا شفني قاعد اقاطعك معناته لازم شو اسمه لازم تعد السالفه اللي بعدها اوكي شوف بقول لك سالفة أمريكا من البداية أنا البداية ترى ما كان ببالي أمريكا في صدق حلو حلو أنا البداية قلت أبي شو اسمه جامعة الكويت وخلص وبين ربعي ولأن كانت إنجليزيتي حيل سيئة يعني عرفت هذا من الأسباب بشواغر أتذكر كلمني أبو حسين أتذكر قدم ما قبل بالمرة الأولى وقدم المرة الثانية عشان كلمني أبو حسين قال لي قدم الأمور هذه أنا قلت له لا إنجليزي ما عشان بصبر أبو حسين ما انقبل لأنه كان حاط تخصص غير عن تخصص اللي هو يبي ولا لا أنا ما أبي أذكر التفاصيل هذه عرفت لا عشان الناس الحين عبالهم أبو حسين ما انقبل لأن أبو حسين أحسن نسبة فينا هو عرفت أعلى إيه لا لأنه حاط تخصص غير التخصص اللي قبل فيه إيه صح هلو فأبو حسين كلمني قال لي ها يلا وياك دراسة قلت إنجليزي سيء شو أقول إيش دعوة أنا يعني أحسن منك عرفت شيل بعض يلا اي يعني انا كنت بالبدايه متخوف من سالفه اللغه انا لغه كنت سيء يعني عرفت فاضح مادتين عندي العربي والانجليزي فابو حسين هو سوى كل الاوراق عطني بطاقمنيه الامور هذه قدم خلصنا واول ما قعدنا مع شو اسمه سعد الناهض وفهد الناهض هم رتبوا الامور واتذكر حزيته كان الوضع يا كانسس يا كنا كلورادو ما ادري وين كانوا حنشين على منطقتين كانوا طبعا ابو حسين تعرفه ما راح يمشي مع الدرب هذا ونقينا سياسي كانسس ودي انا والله العظيم ما كنت ادري وين المنطقه اصلا هذا بس تبي صدق هني ابو حسين والله رحت واشنطن ها يعني ايه رحنا سياتل واشنطن اللي هي الوست ايام فكان قرار حلو بالبدايه كانت اللغه شوي صعبه حبه تعلمنا خلصنا لغه قدمنا جامعه سانتوني شلون قدمنا سانتوني حتى كنا رايحين ملتقى اتذكر واحد ولد الموسى اتوقع ولد الموسى قال لنا في سانتوني قدموا والله شيء يعني على كلام مقدم يلا قدم قدمنا ورحنا سانتوني وحتى اتذكر كلمناك كلمك بس يعني ما كنت امون عليك يعني لدرجه اني اكلمك بس كنت اعرفك كاسم رحت وشي صارت سانتوني عطنا سالفة سان أنتوني سالفة بسان أنتوني نختم فيها سالفة سان أنتوني أنت في سوالف تبي تقولها بس حاسس إنه ما تقدر تقولها لازم أشفر عرفت لازم أشفر وايد عطني شنو السالفة أقدر أنا راح أقول يعني عطني رؤوس الأقلام قول لي سالفة كذي لا تقول لي فلان عشان أنا أقول لك إيه ولا لا يعني سالفة 1604 سالفة 410 هذه ما أحتاجها لا شيء
انت فضل شكلي. اي لا لا لا, لا. انا انا ماسك الامور, خلني ماسك. زين انت ذكرني بسالفه اقولها لك. انا المشكله ما مو بال, انا قلت اللي عندي كله يعني. بس قلت نقطتين. سالفه اللغه بالبدايه كانت صعبه عندي, والحمد لله يعني مشت الامور. يعني الواحد اذا كان متخوف من المساله هذه يجرب. يعني في وايد ناس جربوا ترى, يعني حتى لو تجرب 6 شهور وترجع ماكو مشكله. انا اشوفها بحياه تجارب, عرفت يعني. في وايد ناس اتذكر يعني لو لغه ما قدر رجع. لو يرجع الزمن تروح سان انطونيو وتدرس التخصص اللي درسته, ولا تروح مكان ثاني؟ اذا نفس الجروب. اذا نفس الجروب. إيه؟ نفس الجروب. اوكي, والتخصص نفسه ولا تغيره؟ لا بالعكس, انا شفته حلو بالعكس. يعني كمواد, في كمواد حبيتها يعني ستيل اتذكر, استراكشر لا مو ذاك الزود, سوليد حبيتها. طبعا حببك فيها ترى الدكتور نفسه, عرفت. اي يعني يعتمد على الدكتور. يعني اذا البروفيسور يفضي لك وقته يعطيك من وقته وايد, حتى السبت اذا تكلم ايميل يجي يكلمك ويجيك الجامعه ويشرح لك, فانت تحب الماده غصبا عليك. صح, ومو بس هو يفضل لك وقته, انت لازم تبين له ان انت محتاج وقته. انا ما احنا كنا نحن عليه, احنا كنا نكلمه كذي كان اي لا yeah. اكثر من شيء يعني كنا تي اي حقه اتذكر. يعني انت كنت تي اي وانا كنت تي اي بنفس الوقت. تمام. فكانت العلاقه وايد قويه بيني وبين البروفيسور, فهو خلاك يعني تبدع تتمكن. الحمد لله انا من البدايه ما كان همني الجي بي اي. بالنهايه الحمد لله تخرجت بمعدل طيب يعني فوق الثري الحمد لله. فالاساس قلت لك الجروب, يعني الجروب يشيل نفسه. في مرات يعني انا اكون مثلا فاهم شغله ومثلا صاحبي فاهم شغله الثانيه, كل واحد يفهم الثاني. صح. اما اثنين مثلا مية هذا اللي كنا نسويه. اي هذا اللي كنا نسويه. اتذكر كنا نقعد بغرفه وطوفه وقاعد لون لعقب باكر. ولما نقفل, لما نوصل مرحله نقفل خلاص نمشي كل واحد يرد بيت. صح. كل ما اتكلم عن دراسه بسان انطونيو بسناب شات يعني كنت اسولف وايد عنها, دائما شو اقول كنا وايد كل واحد عنده شيء زين, كل واحد هذا عنده قوي بكذي, هذا قوي بكذي, هذا قوي بكذي. كنت اقول لهم عندنا واحد يرسم النوتات رسم يعني يعني كراسه مو دفتر, خليفه سويدان. فانت انا شخصيا واتوقع اقدر اتكلم عن كل الشباب اللي كانوا ويانا, انت يعني نوتاتك في يمكن 5-6 مواد كان احنا ما فهمنا الماده, لان نوتاتك كانت رسمه اسمها طالعها ووتر ريسورس. حاول تفتش في المساله ويست ووتر لما خليناها ما ادري ولا شيء. شبلك انت كنت انت ترسم لي النوت, واحنا كنا نقعد نقرا النوت مالك نفهم من النوت مالك. فيعطيك العافيه طلع حبيبي. لا ترى من ايام الثانوي وضعي شيء, اللي ياخذون دفاترك بننقل, عرفت. بس قواك الله خلف. قواك الله بس حبيب ابو خليفه. السلام عليكم. يا هلا. السلام عليكم. كان ويانا خليفه سويدان. زين الحين لان الوقت ما راح يمدي اطلع, يعني ما راح يمديني الوقت, ما ابي اقص كلام اللي بيطلع, بسيف اللايف وبدش مره ثانيه, وان شاء الله 3 الباقين ناخذهم.